نرجع بقى يا دكتور لمثلا بقى للسن الاكبر شويه، زي ما حضرتك بتقول عدينا سن 10 سنين والطفل عنده سمنه مفرطه، وساعات الام تيجي تقول لك لا ده انا ابني بياكل وجبه واحده. يا ترى طريقه التغذيه بقى في الوجبات دي بتفرق؟ يعني مثلا ممكن تلاقيه في وجبه واحده ياخد رز وخضار وفاكهه والكلام ده كله، ده صح؟ وصح الوجبة الواحدة ولا ايه؟ ويا ترى فعلا السمنة ليها عامل وراثي؟ يعني ممكن نقدر نقول اه تيجي تبص على الام تلاقيها عندها سمنة، تلاقي فعلا الطفل ابنها عنده سمنة. يا ترى بقى التغذية بقى بتيجي تقول بقى للام كمان هي تمشي على نظام غذائي هي والطفل، ولا بالذات بقى ده ما بيبقاش طفل ده بقى خلاص بلغ؟ اول حاجة هو طبعا السمنة من الحاجات اللي بتكون فيها عامل وراثة، وسهل جدا ان الطفل يكون عنده جين ان هو سمنة في العيلة، سواء كان من الاب او كان من الام. وده يعني يدعي ان الام تاخد بالها انها تبدأ بدري تحاول انها تحافظ على الاكل بتاعه علشان ما يوصلش للمرحلة دي. طب فرضا ان هو وصل، طالما وصل احنا لازم نتعامل معاه على ان هو لازم نحافظ على الاكل بتاعه. طيب ازاي بقى نحافظ على الاكل ده؟ الكميه، عدد الوجبات بتاعت اليوم لازم تتقسم. طبعا مبدا ان انا اكل مره واحده في اليوم او مرتين ده حتى للكبار برضو غلط. ففكره ان احنا ما بناخدش الوجبات بتاعتنا على الاقل اللي هو المينيموم 3 وجبات في اليوم، دي بالنسبه لنا كارثه. ممكن يكون في حد ما بياكلش كتير وبياكل مره واحده في اليوم وتلاقي وزنه عمال يزيد. طب ليه وزنه بيزيد؟ لان معدلات الحرق بتاعت الجسم ما بتبداش انها تشتغل الغير مع وجود عامل الامان اللي انا جسمي داخل الاكل. لو ما الجسم بياخد وجبه واحده بس او وجبتين ببدا ادخله في مرحله اسمها الاسترفيشن او المجاعه. المجاعه اللي هو دي الحرمان. بالظبط، لا مجاعه بالمعنى ان هو انا هقعد فتره طويله جدا مش هاكل، هقعد فترة طويلة جدا جسمي مش هيدخل له اكل، فبالتالي الاكل اللي انا باخدها او الوجبة اللي انا باخدها بتبدأ كلها تتخزن دهون، لان الجسم خايف انا مش هاكل الا بعد فترة. ودايما الجسم بيبقى عامل حسابه في حالة ان هو emergency، انا في حالة طوارئ. ايوه ممكن مثلا انا سي اخر وجبة اكلتها الساعة 6 المغرب، فمش هفطر غير تاني يوم الساعة 1 الظهر، فانا قعدت اكتر من 16 ساعة ما باكلش. بس دوت شائع دلوقتي يا دكتور في أنظمة كتيرة جدا غذائية، يا ترى ده مناسب لسن كبير مش لسن يعني نقدر نقول في البلوغ ولا في الأطفال؟ لا ده ممكن مسموح في سن كبير، ولا برضو الحرمان وقت طويل والصيام المتقطع لوقت طويل؟ عشان احنا عارفين دلوقتي في تغذية الصيام المتقطع، وده دلوقتي في ناس كتير مشيت عليه وبيقولوا ناجح جدا. لا الصيام المتقطع مش غلط، ولما احنا بنقول بياكل وجبه او وجبتين ده اللي بيعمله السمنه فده معناه ان الصيام المتقطع غلط. لا هو مش غلط، ولكن هو بيبقى بصوره مقننه مش بالشكل اللي احنا بناخده. مش مثلا ان احنا بناكل مره واحده في اليوم او مرتين نقول انا ماشي على صيام متقطع، لا طبعا. الصيام المتقطع او حتى لو طبعا احنا الاطفال الصغيرين ما بنحبش نمشيهم على صيام متقطع لان هم لسه في مرحله نمو، حتى لو بعد ال10 سنين بيبقى برده محتاج ان هو ياكل وجبات بصوره مستمره على مدار اليوم عشان مراحل النمو والبناء بتاعت جسمه. فبالتالي احنا ما بنمشوش على الصيام المتقطع خالص. يعني نقدر نقول الصيام المتقطع ده مناسب لسن كام؟ مناسب يعني مثلا من اول 13 14 سنه، ممكن لو ده في حاله ان هو يكون في سمنه كبيره نقدر ان احنا نمشي على صيام متقطع، لكن احنا بنخلي الصيام المتقطع مع الاطفال ده اخر الحلول اللي احنا ممكن نوصل لها، لان احنا بنبقى عايزين نديله وجبات على مدار اليوم لان هو بيبقى عنده مذاكره وبيبقى عنده دراسه، لو هو بيمارس رياضه هيبقى برده عنده مجهود، فبالتالي بيبقى محتاج ان هو ياخد طاقه ياخد القيمه الغذائيه بتاعته كلها عشان ما ياثرش على اي حاجه من دي. نرجع للصيام المتقطع. الصيام المتقطع حتى لو للكبار بيبقى ليه طريقة معينة في الأكل، يعني مثلا أنا لو بصوم فعلا 16 ساعة ما باكلش وباكل في 8 ساعات لازم ال 8 ساعات يكونوا متوزعين، يعني خلال ال 8 ساعات دول ممكن أدخل 4 وجبات، فبياكل 4 مرات، فبياخد كل احتياجات جسمه على في خلال ال 8 ساعات دول، وعلشان كده ما بيبدأ يحصل له نزول في الوزن. ولكن لو اتبع نظام أنا باكل مرة أو مرتين وأقعد على 16 ساعة ما اكلش برضه مش هيخس. فهي هي نفس الفكرة، ده اللي كمان بيحصل حتى في صيام رمضان، ان الناس أي بتفطر غلط، بناكل غلط. بناكل بنصوم فعلا 16 ساعة، ولكن في خلال الثمان ساعات دول بناكل مرة واحدة بس ساعة الفطار ومرة كبيرة جدا ساعة السحور وخلاص على كده، ودي طبعا تبقى غلط جدا. وبناكل كميات كميات وبناكل كبيرة حلويات، ما بنديش فرصة لنفسنا ان احنا ناكل فاكهة، لا ده احنا بناخد كله على بعضه علشان بنبقى فعلا جعانين جدا. بالظبط، فهي طريقة تقسيم الوجبات بتفرق جدا، سواء كانت في الصيام المتقطع
للناس الكبار او حتى في طريقه الاطفال ان هم بياكلوا مره او مرتين، فلازم اخلي الوجبات بتاعه الطفل على مدار اليوم من 3 لـ4 وجبات على حسب اليوم بتاعه وعلى حسب المدارس بتاعته او الدراسه او حسب ممارسه النشاط الرياضي او حسب يعني كل طفل وليه العوامل المختلفه بتاعته يعني.